الأخضر يتجاوز ودية نيوزيلندا والإصابة تبعد الدوسري، والمهنا يتوعد بمطاردة أصحاب الرسائل المسيئة. كندا يصل دبي ويبدأ علاج الاتحاد بفكر جديد، والمسابقة تلغي بطاقة دوش الحمراء وتحولها للسويد. قضية اللاعب مجهول الأبوين تفتح ملف تصدير المواهب للدول المجاورة، وبرودوم يكتب قصة الوصول للقمة من حراسة المرمى. الأندية السعودية تهرب للمعسكرات الخارجية لتعديل الأوضاع، والحضور الجماهيري يؤيد الموقف الآسيوي لتقليص المقاعد. ما هي قصة الخطاب المرسل إلى نادي القادسية؟ وما هي آخر نتائج التحقيق حول هذا الخطاب؟ أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار شوط. كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لقاءه الودي أمام منتخب نيوزيلندا الأولمبي بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما ضمن المعسكر الإعدادي للمباراة الحاسمة أمام أستراليا على الأربعاء 29 فبراير 2012 ضمن تصفيات كأس العالم 2014 في البرازيل. الجدير بالذكر في هذه المباراة أن إصابة اللاعب سالم الدوسري اتضح أنها كدمة بسيطة، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية عليه، ويحتاج فقط إلى راحة لأيام قليلة قبل العودة لمزاولة التمارين مع زملائه في المعسكر الذي يقام حاليا في مدينة ملبورن في أستراليا. أما اللاعب كامل الموسى الذي أصيب في رأسه قبل نهاية المباراة تأكد أن إصابته لن تعيقه عن التدريبات. قررت لجنة المسابقات والفنية واللاعب النظيف إلغاء تسجيل البطاقة الحمراء التي منحت للاعب فريق الفيصلي عبد الله عيسى دوش خلال مباراة فريقه مع الأهلي في المباراة التي جمعت الطرفين مع الإبقاء على البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها أثناء المباراة، وذلك بناء على ما جاء في خطاب رئيس لجنة الحكام المتضمن توضيح الخطأ الذي بدر من حكم المباراة، والذي أشار فيه أنه تم منح لاعب نادي الفيصلي عبد الله عيسى دوش رقم 4 البطاقة الحمراء، بينما اللاعب الذي يستحق البطاقة هو اللاعب وسام سويد رقم 21، وتكرر أيضا تسجيل البطاقة الحمراء على اللاعب وسام صالح سويد رقم 21 في المباراة أعلى. وعلى صعيد متعلق بالتحكيم، عقدت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الشهر الخامس الموسم الرياضي الحالي عند 9:30 من صباح اليوم في قاعة الأمير فيصل بن فهد في المجمع الأولمبي بالرياض لمناقشة مستويات الحكام في الجولات 17، 18، 19، و20 من منافسات دوري زين المحترفين السعودي لكرة القدم الماضية. وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن وجود الإعلاميين أثناء الاجتماعات الشهرية يعتبر من مصلحة الحكام، وذلك نظير ما ينقلونه بصدق وأمانة، وهذا ما يخفف من الضغط الإعلامي على الحكام، مطالبا من الحكام المكلفين التي تواجههم ظروف عليهم الاعتذار عن قيادة المباريات وعدم المكابرة والوقوع في الأخطاء. وشدد المهنة على الحكام أنه يتوجب تفقد ملامس اللاعبين قبل النزول إلى أرضية الملعب، مستشهدا بحارس التعاون الذي يرتدي أكمام مخالفة لنفس لون الفانيلة الأساسية، مشددا على الحكام أن من لديه أي قضية أو اعتراض على عمل اللجنة فأبوابها مفتوحة، وعليه الاتصال بي أو أي عضو من الأعضاء وعدم إرسال الرسائل المسيئة، مبديا حرصه التام على معرفة من يقوم بإرسال الرسائل. أحدثت قضية اللاعب مجهول الأبوين التي طرحها برنامج كرة أمس ردد فعلا واسعة، وفتحت بابا واسعا للنقاش حول وجود مواهب سعودية لا يمكن الاستفادة منها في ظل وجود محاولات من الدول الأخرى لاصطيادهم وإرسال مندوبين وكشافين لاستقطابهم والاستفادة من خدماتهم المميزة والتي وصلت بأعداد كبيرة منها إلى المنتخبات الوطنية للدول التي ينتقلون إليها. وصل مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد الإسباني راؤول كانيدا إلى دبي برفقة الجهاز الفني المساعد له المكون من مدرب لياقة وأخصائي إحصاء، بعد أن تعاقدت معه الإدارة ليتولى مهمة الإشراف على الفريق خلفا للمقال ماتياس كيك. واتجه كانيدا لمعسكر الفريق في منطقة جبل علي واجتمع باللاعبين، وأكد أن لديه فكرة جديدة لإعادة ترتيب أوراق الفريق بعد أن شاهد عدد من المباريات المسجلة له
إلى جانب تأكيده أنه سيجتمع على الجهاز الإداري لمعرفة رزنامة مشاركات الفريق من أجل وضع برنامجه الإعدادي، وأكد أنه سيستفيد من المعسكر الحالي إلى جانب مسؤوليته التامة في الأمور المتعلقة باللاعبين من انضباطية وغيرها. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفنا معنا الأستاذ ناصر الغربي، نائب رئيس التحرير صحيفة جول الإلكترونية الرياضية سابقا ومسؤول تحرير صحيفة المدينة مكتب الرياض الإقليمي. مساء الخير ناصر. مساء النور تركي، مسي عليك مسي على مشاهدي وتانا، أتمنى نقدم لهم ما يفيدهم هذا المساء. أنا سعيدين بوجودك، نبارك لك ونبارك للجريدة هذا الاندماج والعمل بينكم، أنت كفاءة صحفية مهمة وجريدة المدينة من الصحف اللي يعني المقروءة والمحبوبة عند المجتمع السعودي. يسلمك تركي، أتمنى أني أقدم لصحيفة المدينة العمل المفيد للمدينة. بالعكس أنا تشرفت بمدينة، مدينة صحيفة يعني عملاقة في الإعلام السعودي، وبكل تأكيد يعني إن شاء الله نضيف لناصر الغربي أكثر ما يضيف لها ناصر الغربي. محمد الغامدي مدير التحرير بصحيفة عكاظ، مساء الخير محمد. مساء الخير تركي، تحية لك وللمشاهدين الكرام والمستمعين وللزميل العزيز ناصر. أنت بتشوف أن حل في حكاية التأخير؟ كيف؟ بتشوف ان حل تاخيرك هذا المستمر حتى اليوم يعني؟ اي يعني لازم انت الوحيد اللي لازم تنشف قلبنا قبل كل حلقه. لا انت وناصر احمد الله يمسيه بالخير تدخلون على الشارع، وخلف ملفي طبعا هو سيد اي هو طبعا هو ينتظر نطلع بالعناوين في الاذاعه وبعدين يجي يشرفنا ابو احمد. نبدا الحلقه بالموضوع اللي عندنا اليوم محمد، لازم اشاكسه كذا بدايه كل حلقه، ال الموضوع اللي موجود معانا هنا عن الخطاب اللي انتشر في الأيام الماضية حول مطالبة عدد من خلينا نقول اللي خرج من رئاسة العامة لرعاية الشباب لنادي القادسية، طلعتوا عليه في الصحف وأنه كان فيه مطالبة عن القوائم المالية وعن خلينا نقول إدارة نادي القادسية، وأنه بعض أعضاء الشرف يرون أنه الإدارة القادسية لا تقوم بعملها كما يجب. شفتوا أنتوا في الصحافة؟ أنا عن نفسي شفت محمد؟ نعم. طيب الغريب في الموضوع انه النادي القادسيه استفسر عن هالخطاب، ما وصل الخطاب لنادي القادسيه اصلا، فارسلوا خطاب لسعاده الامين العام المساعد للاتحاد العربي السعودي لكره القدم المكلف. الخطاب بدايته يقول، اسمحوا لي اقرا لكم اياه بالكامل: نهدي سعادتكم اطيب تحياتنا مقرونه بتمنياتنا لسعادتكم بدوام التوفيق. الحق لخطابنا رقم كذا بتاريخ كذا ومتضمن ما تم نشره في جريده النادي الصادره يوم الاربعاء بتاريخ 24/2/33/400/1000، العدد رقم كذا، صوره من خطاب صادر من الاتحاد السعودي لكره القدم برقم كذا وتاريخ كذا وعنوانه مذكره داخليه مرفق صوره من جريده النادي. انا ما ادري ليش الشباب مدبسين لي الاوراق. طيب مرفق خطاب من جريدة النادي: ونفيد سعادتكم أنه لم يصل إلى نادي القادسية أي خطاب برقم وتاريخ، اللي هو الخطاب اللي منشور في صحيفة النادي، إذا موجود عند الشباب يعرضونها. لذا نأمل من سعادتكم في حال وجود خطاب بذلك الرقم والتاريخ تزويد نادي القادسية بصورة منه على وجه السرعة على فاكس رقم كذا، وإفادتنا في حال عدم وجود خطاب صادر من الاتحاد العربي السعودي بذلك الرقم حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم. يعني إدارة القادسية تقول للأمين العام: يا أمين اتحاد القدم في خطاب في الصحافة احنا ما وصلنا. الغريب وشو؟ أنه ردوا عليهم الاخوان في الاتحاد العربي السعودي لكره القدم: سعاده رئيس مجلس اداره نادي القادسيه، اوديكم اطيب التحيه اشاره الى خطابكم رقم وتاريخ والمتضمن من تزويدكم بالخطاب رقم اللي انتم سالتم عنه، يعني في حال وجوده والمنشور في جريده النادي يوم الاربعاء عليه نفيد سعادتكم بان الخطاب الصادر من الاتحاد العربي السعودي لكره القدم بالرقم والتاريخ المذكورين على لا تخص نادي القادسيه. يعني في خطاب راح القادسيه ولا ما في خطاب راح القادسية؟ في خطاب أصلا صدر بحق نادي القادسية ولا ما في خطاب صدر بحق نادي القادسية؟ وإذا كان في خطاب صدر ليش وصل للصحف ما وصل نادي القادسية؟ وإذا أصلا ما في خطاب من اللي أرسل هذا للصحف؟ الرد حق الأمانة يؤكد أن الخطاب الرقم الخطاب والتاريخ أنه لا يخص نادي القادسية، يخص نادي آخر، وهذا يخالف الحديث اللي صار في النادي. النادي تؤكد أن الخطاب هذا وجه للقادسية برقم وتاريخ. يقول نفيد سعادتكم بأن الخطاب الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرقم والتاريخ المذكورين اللي أنتم سألتوا عنه
لا يخص نادي القادسية. لا يخص نادي القادسية. إذا تسمح لي بس تشوف الخطاب القادسية المرسل الرقم التاريخ، يعني إذا كان واضح عندك في الجريدة النادي، هل هو نفس موجود؟ هل هو نفس الخطاب؟ لا مو موجود. الرقم التاريخ النسخة مو موجود، النسخة في الجريدة مش واضح الرقم والتاريخ، بس هم يسألون عن خطاب اللي طلع في النادي، يعني عارف خلنا أقول لك شيء، القادسية يسأل عن الخطاب الصادر في العدد والرقم، يعني وارفقوا لهم صورة من نسخة الخطاب. القادسية يستفسر عن الخطاب المنشور. أي كويس، وارفقوا فيه رقم وتاريخ الخطاب المنشور. بالضبط، يعني في رقم وتاريخ مكتوب في الجريدة. أي إن هذا الخطاب رقم وتاريخ موجه نادي القادسية. رد الأمانة يقول إن الرقم التاريخ الموجودين في الخطاب لا يخص نادي القادسية، يخص نادي آخر. ما قالوا نادي آخر، قالوا لا يخص نادي القادسية. ما يخص نادي القادسية، يخص نادي. طب السؤال المهم الآن، السؤال المهم، في خطاب أصلاً طالع من اتحاد القدم للقادسية ولا ما في؟ ما وإذا ما في خطاب، مين هاللي أرسل خطاب للصحف؟ إحنا حقيقة حاولنا نتواصل مع أخوان في صحيفة النادي، ما يعني قالوا أو ما حد رد علينا، بعدين جانا رد أخير قبل الحلقة قالوا بنشوف على الحلقة على الهواء وناخذ موقفنا نقرر. هذا اللي موجود في صحيفة النادي، هذا استفسار نادي القادسية يسأل عن الخطاب، هذا رد الأمانة العامة للاتحاد السعودي كرة القدم يقول لهم إنه اللي سألتم عنه هذا ما يخصكم أبدا. السؤال المهم، هل في خطاب طلع من الاتحاد السعودي وصل الصحافة قبل ما يوصل للقادسية ولا أصلا ما في خطاب؟ وإذا كان ما في خطاب، إذا كان ما في خطاب هذا شلون توزع على الصحافة؟ يعني هل هو أحد يعني تقمص شخصية الاتحاد السعودي محمد؟ أنا أعتقد أن خطاب الأمانة العامة لكرة القدم حسمت الموضوع وانتفى الموضوع بالخطاب الرسمي الآن لوصل القادسية، أصبح موقف القادسية موقف واضح وصريح أنه لم يحصل على أي خطاب رسمي، وبالتالي فإن الإشكالية الآن لا تخص نادي القادسية هذا في هذا الأمر. أنا اللي لفت نظري من قراءتك تركي ومن خلال متابعتي ذكر مذكرة داخلية من خلال الخطاب هذا. إذن المذكرات الداخلية هذه تعتبر داخل مسودة. إطار مسودة. أي نعم مسودة وداخل إطار الأمانة أو شيء، لكن عملية التسريب هي اللي ممكن تثار أكثر في هذا الموضوع، لأنه انتقالها من مكان إلى مكان وحصول صحيفة النادي لنهنيها على السبب في هذا الجانب، لكن يبقى سؤال مطروح كيف وصل للصحيفة أو كيف انتقل لها الأندية. هو احنا نبغى توضيح من الأخوان في صحيفة النادي، يعني طبعا مصادر محمية، بس هل هذا الخطاب هم متأكدين فعلا مصادر من اتحاد القدم؟ لأنه بناء على الرد اتحاد القدم يقول أنا ما أصدرت شيء. قد يكون أنا هذا ما كنت أرى في الحديث عنه، أنه قد يكون هناك تمريرة خاطئة أو مغلوطة أو خطاب طيب. مغلوط، لأنه يتكلم أنه ما يخص القادسية، هذا معناته أن المعلومات طيب. الواردة فيه غير صحيح. احمد الذروي اللي هو كان صاحب الخبر في صحيفه النادي، الشباب يجهزونه عشان يدخل معنا ويوضح انه هذه الردود والخطاب وقصه الخطاب اللي صادر. بس ترى في شيء بعد كمان يستحق التفاته، يعني احنا في 2012، يعني انا اليوم الشباب جايب لي الكمبيوتر كبير، قلت لهم يا شباب 2012 والكمبيوتر هذا كبره 2012 والاتحاد قدم لسه يرسل فاكس بصراحة، يعني لا تركي في هذا الموضوع ترى قد يكون الأمانة لها يمكن بعض الفيفا يراسل بالإيميل، هذا يفترض أن يكون المراسلة طبعا بالإيميل، لكن أيضا تدعيمه بمثل هذا الجانب اللي هو الفاكس، بمعنى أنه يكون في استلام وتسليم. السؤال الأكبر، هل في شبكة هل في شبكة عنكبوتية بين الأندية والأمانة والاتحاد القدم؟ يعني التراسل، يعني نعرف سيستم خاص الفيفا فيه تقدر تراسله الشركات الكبرى حتى على مستوى الدولة، في هناك الحكومة الإلكترونية الدولة متجهة لها، يعني الاتحاد السعودي لازال يعني يشتغل. هذا موضوع يستحق إنه بس نعطيك كذا بس التفاتة، إنه 2012 ولسه في فاكس، إذا كان عندهم خدمات إلكترونية وتدعم بالفاكس ما في مشاكل، هذه إجراءات، لكن إذا كان فقط اللي موجود إلى الآن فاكس لا، الدليل ما وصل القادسية، لو في إيميل كان مباشرة كان هناك. معنا أحمد الذروي صاحب الخبر. أحمد مساء الخير. اهلا، مساء الخير اخوي تركي، ومساء الخير للاخوه المتواجدين معك. احمد بس حطنا في الصوره، ايش اللي صاير؟ اتحاد القدم يرد على القادسيه انه هذا الخطاب لا يخص نادي القادسيه، في صحيفه النادي خرج الخطاب واللي وصفه محمد الغامدي اذا كان صحيح هو سبق لنادي القادسيه، اداره القادسيه تقول ما وصلها شيء. بالنسبه للخطاب اللي اشرناه في جريده النادي وتم الاشاره اليه في اكثر من جريده، أنا الخطاب وصلني من بحسب مصادري
من إدارة النادي، وفيه العديد من الملاحظات. كان الخطاب في نفس الرقم وفي تاريخ، أعتقد أن الخطاب مو معي الآن، موجود في المكتب في نفس الرقم اللي يشير إليه. مصادرك أحمد، شهر 10 مصادرك داخل النادي، يعني مجلس إدارة شيء رسمي ولا أعضاء شرف؟ لا 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 لا، من داخل النادي، من إدارة النادي. طيب أحمد، تحققت من الخطاب لما وصلك؟ سألت اتحاد القدم، يعني مثلا تابعت مع اتحاد القدم، سألتهم أنه هل أنتم أصدرتم خطاب لنادي القادسية وما حد رد عليك، أو أكدوا لك المعلومة، أو أنت أجريت أي اتصال مع اتحاد القدم؟ لا، أنا الخطاب واضح، والخطاب عليها شهر الاتحاد السعودي لكرة القدم. صحيح صحيح، بس لا لا، أنا سؤالي واضح أحمد، وصلني من جهة من داخل النادي، يعني أحمد أنا عارف أنه الخطاب عليه شعار اتحاد، لوجو اتحاد القدم وكل شيء، بس أنا اللي أسأل عنه، الله يطول لي عمرك. أنت يعني سؤال مباشر، أنت اتصلت على، بحثت في جهة اتحاد القدم؟ يعني رحت، يعني إحنا مثلا لما جانا هالموضوع سألنا القادسية وبحثنا في النادي، رحنا في الطرفين. أنت لما جاك الخطاب من القادسية اتصلت على اتحاد القدم تتأكد من المعلومة؟ ممكن ما يجاوبونك، بس أنت بادرت اتصلت وسألت؟ لا، أنا ما اتصلت باتحاد القدم، أنا صحفي وحصلت على خبر خطاب رسمي فيه موجه لإدارة القادسية بعدد أكثر من 11 مخالفة في شهر 10. طيب، والمخالفات هذه تخص نادي القادسية، تخص الأمور، المشاكل في النادي، يعني ممتاز أحمد، الأمور اللي موجودة في أحمد. إذا طلع الخطاب هذا مو صحيح، وأنه اللي مرر لك الخطاب ما قال لك الحقيقة، خصوصا أنا أحب أعطيك معلومة الآن، أنه في عندنا معلومات تقول بأنه في تحقيق الآن صاير بسبب هذا الموضوع في مكتب الرئاسة في الدمام، بسبب هذا الموضوع أنه اتحاد القدم يقول ما في خطاب، وفي عدد من الصحف أنه، وكان من ضمنها النادي والقادسية سألت عن اللي منشور في النادي. في حال طلع أنه الخطاب اللي مرر لك أو اللي مصدرك ما كان أعطاك الحقيقة، إيش ممكن تكون ردة فعل أحمد الذروي؟ احنا نفترض افتراضات طبعا. الخطاب ما اعتقد انه واضح قدامك اخوي تركي، والخطاب حقيقي، يعني ما اعتقد ان الخطاب فيه تزوير. احمد، اتحاد القدم يقول الخطاب لا يخص نادي القادسية. الخطاب لا يخص نادي القادسية، هذا من امانة الاتحاد السعودي، الخطاب اللي وجهه لنادي القادسية من امانة الاتحاد السعودي. طيب، اكيد في الجهة، شوف الجهة اللي خاطبت نادي القادسية بهذا الخطاب. يعني انت تتوقع انه خطاب الامانه ردوا عليهم بدون ما يبحثون مثلا؟ تفترض كذا؟ ممكن يكون في فرضيه زي كذا، خصوصا ان في علاقه يعني مع نادي القادسيه، ويبحثون عن انكار هذا الخطاب بالجمله والتفصيل، لانه ظهر في الصحف، ولان اداره النادي غيبت هذا الخطاب أحمد عن جميع الاعضاء. احمد تفضل، ابى اقول لك وش فهمت من كلامك، وعشان انت يا تثبت عليه او تغيره. تفضل. انا فهمت من كلامك الان انه الامانه العامه لاتحاد القدم لما شافت الموضوع نشر في صحيفه النادي، اتفقت مع اداره القادسيه انها تخفيه عن الراي العام، وتقول احنا ما ارسلنا لكم، واتفقوا وسووا اتفاقيه فيما بينهم، وانكروا الموضوع عشان علاقتهم مع بعض الجيده في مقابل تكذيب الاعلام. انا فهمت كذا، اذا انت تقصد كذا خلاص، اذا تقصد شيء ثاني وضح لنا. لا، انا مو اقصد ان في اتفاقيه او من هذا القبيل. انا اقول لك يا اخ تركي، الخطاب انا موجود عندي، ماخذه من اداره النادي، خطاب رسمي، ما اعتقد ان فيه واحد بيطلع لك باشياء. طب خليني اقرا لك، انت يمكن ما شفت بدايه الحلقه، ابى اقرا لك الرد، ولا شفت بدايه الحلقه؟ لا ما طب ابى اقرا لك الرد، رد اتحاد القدم اللي هو الامين العام المكلف عبد الله السهلي بتاريخ وتوقيع. أهديكم أطيب التحية إشارة إلى خطابكم، يقصد نادي القادسية، واستفساره عن الخطاب المنشور في جريدة النادي، أنه والمتضمن تزويركم بالخطاب رقم وتاريخ في حال وجوده والمنشور في جريدة النادي يوم الأربعاء، أنت نشرت يوم الأربعاء ولا لا؟ نعم. عليه نفيد سعادتكم بأن الخطاب الصادر من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بالرقم والتاريخ المذكورين على لا تخص نادي القادسية. هذا رد اتحاد القدم. آخر تعليق إذا عندك تعليق جديد. وانا الخطاب اللي عندي فيه 11 مخالفه تخص نادي القادسيه. انا عارف، بس انت سمعت رد اتحاد القدم. اخر تعليق لك قبل ما انهي معك المكالمه احمد.
انا حتى تلقيت اتصال من عضو مجلس اداره النادي الاستاذ عبد العزيز الموسى كان يبحث معي هذا الموضوع وان الموضوع من فين يعني كانه يحاول يعني يوصل للشخص اللي اعطاني الخطاب. انا اعتقد يعني انت متاكد من مصداقيه الخطاب اللي عندك؟ اي نعم. طيب احمد الذروي شكرا جزيلا لك. تعليق اخير ناصر قبل ما نغلق الموضوع. الرجل متاكد ويزعم انه يعني في نوع من خلينا نقول اخفاء الموضوع ما بين الامانه واداره النادي. اسقاط اعتقد انه خطير جدا اللي يتحدث فيه، رغم انه في الاخير يعني يحاول ان يتخارج من المازق اللي تحدث فيه. اذا كان فعلا هناك اتفاقيه فهذه كارثه كبرى في الرياضه السعوديه مجددا، واعتقد ان يضع الاتحاد السعودي في موقف محرج. لكن اذا كان، وانا يعني انت تناولتها مع احمد، اذا كان الذي مرر معلومه خاطئه مستغلا احمد والنادي لاثاره زوبعه في القادسيه، فاعتقد ان قد يكون وقع في الفخ احمد بتمرير، لانه حتى وان كان من المفروض ناصر انت مسؤول عن المفروض يعني من المفروض انه لما يجيك معلومه مثل هذه تبحث مثلا بكل تأكيد، تروح تتصل على اتحاد القدم ممكن ما يعطيك معلومه بس تسال يعني بكل تاكيد، واكتب في الخبر يعني الصحفي المفروض يسأل، والمسؤول عن الصحفي سواء رئيس تحرير أو نائب رئيس تحرير أن يبحث عن المعلومة ويكتب في الخبر أن تم التواصل مع الجهة المعنية ورفض التعليق على الموضوع. هو كجانب مهني مثل ما قال الأخ ناصر في هذا الجانب، لكن أنا إذا جاني خطاب رسمي بهذا التاريخ وبهذا الإشعار معناه أنه الموضوع يعني قد حسم من الجانب رسمي. صورة مهني. صورة هذه صورة. نعم. خطاب رسمي. صورة لكن خطاب. اللي برجع له ناصر أنه دائما مع احترامي أمانة كرة القدم الآن لا تجيبك بصراحة، ما في الآن متحدث ممكن يتحدث معك وبالتالي يعطيك. ولكن حتى لا تسأل قانونيا يجب أن تتأكد من المعلومة التي لديك. أيضا الخبر الخطاب الذي يوصلك ما هو بخطاب رسمي، هذه صورة قد تتلعب فيها. نعرف الآن تقنية الإنترنت والفوتوشوب والأشياء هذه قد تغير رقم تاريخ معين، قد تغير محتويات حتى الخطاب. صحيح. فما أحدر. أوكي هي كمعلومة تحصلت عليها كصحفي جدا ممتازة، ولكن التأكيد والضمان حتى لا تقع في مثل ما يحدث الآن. عموما في بحث حول هذا الموضوع من اتحاد القدم في مكتب الدمام. بس للعلم تركي الزميل أحمد الذروي يعني من الزملاء. صحيح. اللي لهم يعني أو قدموا العديد من المواد اللي فيها سبق صراحة. صحيح. منذ أن كان في صحيفة الرياضي والآن انتقل للنادي، والنادي أيضا تخطو خطوات قوية للمنافسة في كرياء صحيفة متخصصة. تساؤلنا حول هذا الموضوع، اسمحوا لي قبل ما نروح الفاصل، تساؤلنا حول هذا الموضوع وطرحنا لهذا الموضوع واتصالاتنا قبل الحلقة طبعا مع الأخوان في صحيفة النادي لا تعني أبدا طبعا أبدا أنه برنامج كرة يشكك في مهنية الأخوان في النادي. نحترمهم ونحترم. صحيح. عملهم الصحفي، وكثير في برنامج كرة أشدنا بما يقدمون. أحمد الذروي من خيرة الصحفيين، وإحنا نتساءل وناخذ ونعطي في المعلومه. بناصب وانا اثني على كلام ابو بندر، ولكن اقول ان المفترض وانت تناولناها المفترض ان عندك خطوات حتى تخرج من المازق اللي عن حادث في القضيه. طيب فاصل قصير بعده نعود لواسط الحديث في البرنامج. بعد الفاصل راح نتكلم عن مباراه المنتخب السعودي اليوم والمنتخب النيوزيلندي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي كورة روتانا دوت نت، إيميل البرنامج الرسمي كورة شو على الفيسبوك، كورة روتانا على اليوتيوب وتويتر. ناصر الغربي ومحمد الغامدي هم ضيفاء حلقة الليلة. المنتخب السعودي لعب مباراة اليوم الودية الأولى التحضيرية قبل مباراة أستراليا المصيرية التي ستحدد إن كان المنتخب السعودي سينتقل للمرحلة الأخرى في التصفيات النهائية لكأس العالم. كسبها المنتخب السعودي بثلاثة أهداف. تقرير التالي يتحدث عن هذه المباراة. في أولى تجاربه الودية قبل خوض موقعة أستراليا المقبلة، نجح الأخضر السعودي في تجاوز منتخب نيوزيلندا الأولمبي بثلاثة أهداف نظيفة جاء أولها بتسديدة صاروخية من قدم نجم السعودية القادم بسرعة الصاروخ سالم الدوسري، عجز الحارس عن الوصول إليها وسكنت بالشباك. الهدف الثاني حضر على طريقة صاحبه المفضلة، الهدوء والثقة داخل منطقة الجزاء أصبحت سمة ملازمة للفريدي أحمد الذي بدأ الهجمة وأنهاها كما يريد. موسيقى
جاء الهدف الثالث بعد كرة ركنية لاعبها الفريدي أخطأ معها الحارس النيوزيلندي لتصل إلى رأس الزوري عبدالله الذي على جهة بدوره في الشباك كثالث الأهداف الخضراء. المباراة حملت البشائر بنتيجتها، لكنها لم تخلو من المخاوف والتي تمثلت في إصابة سالم الدوسري الذي خرج من المستطيل الأخضر مسنودا على الأكتاف، وكذلك كامل الموسى لم يكمل المباراة هو الآخر وخرج مصابا، لكن خروجه جاء بعد أن لطخت الدماء جبين الصخرة الدفاعية كامل. بالتوفيق للأخضر في مباراتيه المقبلة الودية ومن ثم الرسمية التي نسأل الله أن يعود معها صقورنا الخضر بنقاط المباراة الثلاث وتأهل رسميا للدور القادم. أسفر الخثعمي كرة. ناصر، المباراة الودية، الأداء اللي قدمه المنتخب اليوم كيف شفته؟ لا يمكن لا استطيع أن تقيم أداء المنتخب السعودي لأنه يقابل منتخب أولمبي لا يقارن فيه، ما فيه ندية، مباراة يعني أشبه بالتمرين أكثر منها مباراة. قد تكون فاتت المدرب ريكارد في تطبيق منهجية أو تكتيك معين في قد يستخدم أمام أستراليا، لكن كفوائد حقيقية لا توجد. محمد، طبعا يمكن ريكارد يهدف إلى الانسجام للمجموعة، لكن أنت لو لاحظت المباراة اليوم يمكن فيه تغيير في بعض اللاعبين وبعض المراكز، وهذا يمكن لا يتحقق في ظل أن المباراة بتقام في أستراليا ومن متابعة من المدرب، لكن ممكن أن نقول أنه يتعود المنتخب اليوم على أداء اللعب الرجولي رغم أن يثار الإصابات وما الإصابات، لكن هذا أداء اللعب الأسترالي أو أداء لعب المنتخب النيوزيلندي بهالطريقة. الميزة أنا اللي أعجبتني اللي خرجت اليوم أنا فيها هو الحضور الجماهيري. الحضور الجماهيري ممكن يكون دافع جيد للمنتخب. احنا نعرف ان لدينا في استراليا يمكن الطلبة المبتعثون حدود من 6 إلى 8 آلاف، فحضور 5 آلاف طالب في مثل هالمباراة القادمة مع استراليا بيكون دافع ايجابي للمنتخب. انا اعتقد ان هذه الميزة، لكن بشكل عام ما اعتقد ان يعني خرجنا بفائدة فنية للمنتخب في هالمباراة. اللهم التعود على اجواء المباراة، على تكلمون عن ما خرجنا بفائدة فنية كإعلاميين يعني كمتابعين، ولا تتوقع حتى ريكارد ما خرج بشيء؟ يعني أتوقع أنه أولا مع فريق ضعيف لا يمكن تختبر قدرات لعيبتك من ناحية السلبيات والإيجابيات حتى المباراة. أنا وجدت فيه كثير من الأخطاء سواء في الكرات المقطوعة، عدم الانسجام، لكن هي بشكل عام يعني تندرج تحت المباريات اللي يعني المباريات اللي يكون فيها تحول إلى الانسجام مستقبلا خصوصا في المباراة الثانية. سالم الدوسري، شوف ما نبغى نعتمد على لاعب، يعني احترامي لسالم الدوسري كمشروع لاعب قادم، لكن أول مباراة يشارك فيها، إذا بدأنا في التخوف من سالم عليه. نعم ضغط عليه، إذا بدأنا في التخوف أنه والله افتقدنا سالم الدوسري، طيب أول مباراة يشارك فيها مع المنتخب، إذا كان حنعتمد عليه في المباراة وأنه والله حيلعب مباراة أستراليا، أنا أتوقع أنها يعني مشكلة. معناه أن عندنا ندرة لعيبة وندرة مواهب. أنا أقصد أداء اليوم كيف كان؟ أداء جيد جدا، لكن أيضا من ناحية الجانب السلبي لو تلاحظ الثلاثة أهداف اللي سجلت اليوم لم يسجل فيها أي مهاجم، لاعبين الوسط والدفاع، وهذه قد تسجل ملاحظة على المنتخب. قد تكون أنه شارك في أول مباراة بناصر الشمراني وحيدا في الهجوم ثم نايف هزازة، لكن بشكل عام إن شاء الله تكون بداية موفقة. ناصر، تشكيلة اليوم بالنسبة لك كمتابع كإعلامي مثالية لمباراة أستراليا؟ لا لسه بدري على المثالية، يعني زي ما قال أبو بندر يعني ريكارد جالس يبحث عن انسجام، جالس يختبر اللاعبين، حتى وإن كانت المباراة ليست تلك المباراة التي تعطيك الحكم على اللاعبين، يجرب لاعبين الشباب، يعني شارك سالم، أعطاه الفرصة، أعطى اللاعبين الجدد اللاعبين الشبان في المنتخب السعودي أعطاهم الفرصة بشكل أكبر في المباراة، لكن لا يؤكد أن هذه تشكيلة المباراة أستراليا، بالعكس هناك تغيير أتوقع، وما لاحظنا على ريكارد أنه مدرب يغير يلعب مباراة بتشكيل، مباراة الجاية يسحب 3 لعيبة ويدخل 3 لعيبة ثانيين، قد يكون مباراة الجاية مباراة أستراليا يلعب بياسر يطلع ناصر ونايف، قد يلعب في الوسط بلاعب آخرين، نشوف المباراة التجريبية القادمة وتشاهد تشكيل مختلف. حسن معاذ والشباب والمنتخب، تقرير لماجد القحطاني وأحمد حسن، متابع.
لا أظن أن المنتمين للشارع الرياضي بحاجة لمزيد شرح عن أن تهيئة الأجواء والبيئة المناسبة للاعب كرة القدم من شأنه أن ينعكس إيجاباً على عطاء اللاعب فوق المستطيل الأخضر، وتهيئة هذه الأجواء يأتي بالتحفيز والإعداد النفسي وعدم التطرق لأمور التجديد أو مقدمات العقود أو حتى عدم الخوض في أبسط الإشكالات بين اللاعب والنادي، فالحديث عن ذلك لن يؤدي سوى لتشتيت ذهن اللاعب عن مهمته الأساس وهي لعب كرة القدم. حسن معاذ نجم الليث الشبابي لم يجد أي من ذلك كله من قبل بعض مسؤولي الأندية الذين لاحقوا اللاعب حتى وهو في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمباراة حاسمة ومفصلية ضد أستراليا نهاية الشهر الجاري، مفاوضات وأخبار وتسريبات وعروض ومزايدات للاعب أيضا كانت ستكون صالحة للعرض في غير هذا التوقيت، أما وهي تخرج اليوم من بعض مسؤولي الأندية فهي لا تعني سوى تشتيت ذهن اللاعب الذي صرح مؤخرا بأنه في مهمة وطنية وليس مستعد للرد على ذلك كله. هنا يجب أن نطرح الأسئلة التالية: ما دور وكلاء اللاعبين في التصدي لمثل هذه الممارسات في هذا التوقيت؟ متى تصل عقليتنا الاحترافية للكف عن مفاوضات لاعب يشارك مع منتخب بلاده؟ أليس بوسع الأندية التي تفاوض اللاعبين الصبر لحوالي 10 أيام فقط ثم لها أن تملأ الدنيا بما شاءت بعد ذلك من أخبار المفاوضات؟ لبرنامج كورة، مازد القحطاني. ناصر، للأسف لا الأندية تستفيد ولا لجنة الانضباط السعودي كرة القدم يكون حازمين في مثل هذه الأمور. يعني تحدث عنها ريكارد قبل المباراة، أعتقد عمان، أن اللاعبين حتى هم يتناولون العشاء يتحدثون منشغلين في عقودهم وتجديدها، وتعود الكرة مرة أخرى في وقت إحنا في أمس الحاجة كما تحدث التقرير، نكون إحنا مع المنتخب مع اللاعبين أن نضع جميع الإشكاليات جانبا. لكن للأسف يبدو أن هناك أشخاص يتحينون الفرصة مثل هذه الأمور لإثارة. أنت تشوف أنه متعمد؟ يعني في أحد يعني يتعمد أن يضر المنتخب؟ يعني إذا إنك ولا الشخص ينجرف إذا إنك أنت جالس تتفاوض مع اللاعب أو إدارة النادي جالس تتحدث. يعني تصريحات إدارة النادي خلال اليومين الماضي يعني كانت هجومية على اللاعب بشكل كبير، وأن اللاعب مغالي في عرضه، وأن لماذا لم تتحدث إدارة الشباب عن حديث عن هذا الأمر قبل؟ طب ممكن تقول لك إدارة الشباب أنا أرد على الإعلام اللي يطرح تساؤلات، وإذا ردينا على الإعلام لمتونا، وإذا يعني ما ردينا على الإعلام لمتونا. لا أنت الآن لو أنها فعلا بترد كان مفترض تقول اللاعب الآن في مهمة وطنية والمنتخب مقبل على مباراة مهمة جدا، سيكون لنا حديث بعد نهاية المباراة وسنوضح جميع الحقائق، تقدر تتحدث بهذه اللهجة. أما أنت تتحدث أن اللاعب جالس يغالي وأن اللاعب جالس يستفيد من العروض أتته حتى يضغط على إدارة النادي، فأعتقد أن هذا ما هو صحيح. محمد، يعني أنا أعتقد أن الشرارة انطلقت من حسن معاذ في البداية بصراحة، مع حديثه مع الكابتن سامي الجابر بأنه الآن يدخل مرحلة أو مدة 6 أشهر، هذه بدايتها. وكان الرد الشبابي يمكن رد على ما يثار من رفع مبالغ حسن معاذ. لكن أنا بشكل عام رغم أني يعني أرى أن حسن معاذ أفضل ظهير أيمن الآن، لكن أعتقد أن الأندية الكبار الآن بصراحة لا أجد أنها بحاجة لهذا اللاعب. يعني أنا مثل الهلال، السلطان البيش يقدم مستويات جيدة، فمن الصعوبة أو حرام أنه يبحث الهلال عن لاعب وهذا اللاعب الآن يقدم مستويات مبشرة بالخير. الأهلي لديه لاعب جيد كامل المر، النصر خالد الغامدي، إذا يمكن الفريق الوحيد اللي بحاجة إلى هذا اللاعب الآن في هذا الوقت الاتحاد. لكن بشكل عام حسن معاذ طبعا أخطأ في البداية في موضوع حديثه إذا صح الكلام مع سامي الجابر، وإدارة الشباب كانت ترد على هذا الموضوع في اعتقادي حول ما أثاره حسن معاذ. ولكن الخطأ الأكبر الآن كما تحدث التقرير الآن الحديث عن اللاعب تجديد عقده، العروض التي أتت حتى وإن كان هناك من أندية تبحث عن اللاعب، من حقها أن تبحث عن حسن معاذ وأن تتفاوض معه، ولكن التوقيت حاليا أعتقد أنه يصب في مصلحة الأندية أكثر من مصلحة المنتخب. وأعتقد أن هناك
حديث حتى لجنة الانضباط يعني كان هناك توجيهات أو هناك إلماحات إلى فرض عقوبات على من يفاوض اللاعبين أثناء معسكرات المنتخب. يجب أن يحسم هذا الأمر ويحاسب الشخص الذي أثار الزوبعة. ناصر أنت تعرف أنه ممكن يكون عضو شرف مثلا ما يكون شخص رسمي. هذه يعني عادة الأندية هذه أسهل أنا مالي دخل عضو شرف. أسهل نافذة هروب لإدارة الأندية طيب. عندما توضع في المساءلة تقول أنه لم نفاوض فاوض عضو الشرف. قد يكون يرد عليها أنك من وجهت هذا عضو الشرف لفاوض اللاعب حتى تخرج مازق أنك فاوضت يوم موت لو فاوض. طيب. هذا الكلام إذا أنت يجب أن تحاسب، يجب أن يكون لك وقفة صادقة ويكون عندك عقوبة سواء لإدارة النادي أو عضو الشرف حتى لا تضيع الأمور بين هذا وذاك. محمد يعني صعب أنك يعني تعرف مثل هالأشياء، تعرف الأمور هذه تحت الطاولة كثير يعني ما تمارس. ومع احترامي وكلاء اللاعبين هم أكثر من يبحث ويعمل بهذه الطريقة للاستفادة المالية أولا وأخيرا. بشكل عام أنا أعتقد أن هذه يمكن لن يعني يجدى لها نفعا بصراحة، لأن كافة اللاعبين سواء في المملكة أو خارجها يمارسون هذا الدور للاستفادة المالية. طب خلينا نشوف المقعد الآسيوي ودوري زين. أقام الناس وقام الإعلاميون الدنيا ولم يقعدوها بسبب نصف المقعد اللي راح، في نفس الوقت يشتكون من الحضور الجماهيري، وفي نفس الوقت كانوا يلوموا هيئة الدوري المحترفين قالوا أنتم أعطيتوا الأرقام اللي تعطينا المقعد تكمل المقعد الرابع. يعني صارت المسألة محيرة. أنا بالنسبة لي على الأقل أنا محتار، يمكن الناس فاهمين ما نفهم. أنا استغربت الإعلاميين يقولون إنه هيئة الدوري المحترفين ما أعطت الأرقام، وفي نفس الوقت يقولون الجمهور مو قاعد يحضر، وفي نفس الوقت الجمهور الاتحاد الآسيوي. شوف التقرير اللي يتكلم عن هالموضوع. منذ أن قرر الاتحاد الآسيوي سحب مقعد من نصاب الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا، ونحن نسأل أنفسنا ذات السؤال: هل كان قرار الاتحاد الآسيوي صائبا حين قرر منحنا فقط 3 مقاعد ونصف مقعد طار منا بالأمس في طهران؟ إجابة أولى تقول نعم كان صائبا، وذلك بالنظر لمعيار الحضور الجماهيري الذي لم يبلغ النصاب المطلوب في مدرجات ملاعبنا. فالأرقام المسجلة كانت أقل بكثير من أن تعيد لنا النصف المقعد المفقود، بل أكثر من ذلك. فالخوف الآن هو من فقدان كامل المقعد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل. إجابة أخرى تذهب إلى أن قرار الاتحاد الآسيوي لم يكن كذلك، وتتكئ في إجابتها هذه على غياب الآلية المحايدة لإحصاء الحضور الجماهيري، خصوصا ونحن نشاهد مدرجات في أماكن كثيرة يقل عدد حضورها عما نشاهده هنا، ومع ذلك منحت أنديتها 4 مقاعد كاملة في دوري أبطال آسيا. السؤال الأهم هنا بعيدا عن إشكاليات الأرقام ومعايير الإحصاء، ما الذي فعلناه لكي نحقق النصاب المطلوب من العدد الجماهيري منذ أن تم سحب النصف المقعد الآسيوي عن أنديتنا وحتى اليوم؟ لبرنامج كورة ماجد القحطاني. أصل لازم يكلم تليفونات يتأكد الشغل لازم يكون كويس. مشكلة الصحفيين آخر الليل طبعوا طبعوا لح عوض جاوبونا على السؤال الحين. في حضور جماهيري والاتحاد الآسيوي ظلمنا، ولا ما في حضور ولا ما في حضور جماهيري والإعلام ظلم الاتحاد الآسيوي؟ ظلم هيئة الدوري المحترفين قبل الاتحاد. الحين طلعنا من هيئة الدوري المحترفين، بناخذها بالتفصيل وقولوا فيها اللي تبون. هيئة الدوري المحترفين أنا أشوف إن كل ما صار شيء قالوا هيئة الدوري المحترفين. لا أنا الحين السؤال واضح. الاتحاد الآسيوي ظلمنا، عندنا حضور جماهيري وأخذ علينا نصف مقعد بسبب الحضور الجماهيري. ولا الإعلام ظلم الاتحاد الآسيوي وإحنا نستحق أن يسحب المقعد بسبب نصف الجماهير بسبب الحضور الجماهيري؟ ترى هذا اللي كان ظاهر لنا. تعليقك. أنا أعتقد أن الاتحاد الآسيوي ظلم. الحضور الجماهيري في الكرة السعودية أقل من المتوسط، يصل إلى حد الضعيف، نشاهد مباريات يعني أعداد بسيطة جدا. أنا أشكر هيئة الدوري المحترفين رغم الملاحظات الكثيرة عليها على أنها كانت صادقة في أرقامها، لم تغش ولم تستخدم أرقام أخرى حتى تحقق النصاب المطلوب. بالعكس، يجب على الأندية ويجب على الجماهير السعودية
إذا أرادت عودة نصف المقعد، وشاهدنا الاتفاق يعني كان أميز الفرق في الدوري السعودي هذا الموسم ونافس وصل لنهاية كأس العالم، لكن الاستقلال كان في وضع سيء جدا. يجب على الأندية السعودية أن تراجع حساباتها، يجب على الجمهور السعودي تراجع حساباتها إذا أرادت فعلا الكرة السعودية تأخذ حقها في البطولات الآسيوية. ظلمنا الاتحاد الآسيوي ولا الاتحاد الآسيوي ظلمنا وأخذ علينا نصف مقعد؟ لا بالعكس، يعني أنت لو تلاحظ كم مباراة الآن لعبنا في الدوري، يمكن 5 أو 6 مباريات هي المباريات اللي تستطيع أنها تقول أنها هي الأداء الفني المرتفع في الدوري. الأداء الفني للأسف يعني منخفض إلى درجة كبيرة، الحضور الجماهيري انعكس على المستوى الفني، فأصبح الحضور يعني واضح أنه لا يعني لا يعطي مؤشرات أن هناك يعني دوري جيد مقارنة مع المواسم الماضية رغم حضور أجانب. لكن بشكل عام يعني أتمنى أيضا أن نستفيد من التجربة مثلا في الدوريات الأوروبية، التجربة الألمانية الآن لو تلاحظ الحضور الجماهيري رغم أن مستويات الفرق الألمانية لا تقارن في الدوري الأوروبي ولا تصل إلى أدوار نهائية أو منافسة، ومع ذلك المعدل الحضور الجماهيري يصل إلى 50 إلى 60 ألف المباراة. فمثل هالأشياء نحتاجها، لكن بشكل عام كمستوى فني لا يتواكب، وأعتقد أن الاتحاد الآسيوي مصيب في هذا القرار. يعني الآن الاتحاد أو هي دور المحترفين هم أيضا ظلموا في مسألة سحب المقعد أو سحب نصف المقعد، لأنه كل الناس كانت تقول لا الجمهور يحضر، أنتم عندكم أسباب ثانية أخفيتوها علينا. هم كانوا يصرون أنه سبب سحب نصف المقعد هو بسبب قلة الحضور الجماهيري. لا، أحد الأسباب هو في معايير كثيرة، المعيار الرئيسي كان المعيار الرئيسي هو انخفاض الحضور الجماهيري، قلة الحضور الجماهيري. ما هي الدوري المحترفين أي علاقة حضور الجماهير؟ هل تأتي الجماهير وتضعف المدرجات؟ أعتقد أن هذا يعني انخفاض، نبحث عن أسباب الغياب الجماهيري الحقيقية حتى نعالجها، حتى يكون هناك حضور جماهيري. يعني مع احترام الدوري السعودي يعني تحدث أنها أفضل دوري أقوى دوري، لكن في الحقيقة المباريات الفعلية القوية تعد على أصابع اليد. يعني لما تبحث عن مباراة جماهيرية ما تجد إلا إذا في ديربيات أو كلاسيكو. بس في ناس بعد تقول هنا في أنه يعني كمان أنتم حطوا لنا بس أجواء في الملعب مناسبة وإحنا نحضر. بكل تأكيد هذا جزء، لذلك أنا قلت لك يجب أن تعالج إشكاليات أو أسباب العزوف الجماهيري حتى الجماهير تحضر. بس صدقني ترك الحضور الجماهيري يعني مع الفرق اللي بتقدم مستويات فنية بتتجاوز هالجماهير كافة الصعاب اللي في الملعب وفي بيئة الملعب وبتحضر. يعني لاحظ بندر أنا أعرف زملاء، لاحظ الأهلي الآن وهو يقدم مستويات جيدة كيف الحضور الجماهيري؟ لأنه يقدم مستويات ممكن جيدة. ممكن تساعد لكن لاحظ النصر وهو يقدم مستويات باهتة، شوف الحضور الجماهيري. لا يعني إذا عندما يقدم الفريق المستوى الفني المتميز تأكد إنه جماهيره ستحضر. لكن ما بهالشكل المطلوب، ممكن فقط الأهلي هو الذي يكون خارج السرب، لكن الحقيقة وهذا يعني حتى أذكرنا يعني عملنا استبيانات وعملنا أيام الاقتصادية عمل زميل سلمان العنقري، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العزوف الجماهيري بعد انخفاض المستوى هو بيئة الملاعب. بعد الانخفاض بيئة الملاعب ما هي مقبولة جدا. خلينا نشوف القادسية ودائرة الخطر، تقرير زميلنا علي العنسي. عجيب نمر هذا الفريق، سيناريو يتكرر موسما بعد آخر، نفس المشوار ونفس الطريق والنهاية واحدة. القادسية 3 مواسم في الدوري السعودي وكل شيء على ما هو عليه، لا للتقدم لا للمنافسة لا للتطور، المهم هو البقاء. أين بطل آسيا؟ أين بطل كأس ولي العهد؟ أين بطل كأس الأمير فيصل؟ هل أصبح المراد والمبتغى المشاركة في الدوري فقط؟ أم هل توقف الطموح على البقاء مع الكبار في الأضواء؟ هل هذا ما يرضي عشاق بنو قادس؟ عندما صعد قبل 3 مواسم أنهى الدوري في المركز 10، حينها كان عدد الفرق 12، وفي الموسم الماضي عندما شارك 14 فريقا في الدوري كاد أن يهبط لمصاف أندية الدرجة الأولى، لولا أن قرار حسم 3 نقاط من الوحدة جعلته يبقى في الأضواء. وفي هذا الموسم وبعد مرور 20 جولة ها هو يترنح في المركز 12 بفارق 2 نقطة عن التعاون صاحب المركز 13،
وقد يسقط في أي جولة قادمة لمركز أدنى. ولا أستبعد إطلاقا لو جاء اليوم الذي تتم فيه زيادة عدد الفرق لأكثر من الرقم الحالي أن يكون القادسية في المركز القريب من مواقع الخطر. أما لماذا؟ فهذا السؤال الذي لم نجد له جوابا. فرغم الصفقات الكبيرة التي استفاد منها النادي خلال السنوات الماضية إلا أن الحال لم يتغير. فهل يأتي اليوم الذي نشاهد فيه بنو قادس في المكان الذي يتمناه عشاقه؟ محمد، القادسية فريق غريب صراحة في الملعب ومحير، يعني في مباراة يسجل أهداف ويروح ويتقدم، ومباراة يخسر خسائر غريبة. هجوميا جيد، دفاعيا غريب. طبعا هو الآن في مرتبة يعني خطيرة، يعني يسبق التعاون والأنصار في المراتب الأخيرة، وهو معرض مع الفرق الأخرى نجران والفيصلي وهجر والرائد، جميع الفرق هذه مهددة لأن الفارق النقطي جدا قريب، وبالتالي الست المباريات القادمة للفرق يعني ستكون صعبة وحاسمة في تحديد من الفريق القادم مع الأنصار للهبوط. أنا أعتقد القادسية ما أدري يعني وضعيته بصراحة، رغم استقراره التدريبي والإداري الآن، لكن في خلل في عملية اختيار اللعيبة وانسجامهم. في البداية المدرب البرتغالي يعني كان له تجربة مع النصر في عدة مواسم سابقة، ما أدري عملية اختياره، أنا ما أدري هل كان هو الاختيار الأمثل والأفضل بالنسبة للإدارة القادسية، في ظل أنه في الفترة السابقة لم يقدم مستوى جيد مع النصر. هذا أولا. عملية التغييرات بالنسبة للاعبين هي تغييرات صراحة يعني تترك أكثر من علامة استفهام، هل المدرب غير مرتاح في العمل الفني والإداري، أو أن هناك إشكالية بين اللاعبين في أنهم أصبحوا ينظرون نظرة أخرى للأندية التي تبحث عنهم. هذه قد تسبب شرود في الذهن في كثير من اللاعبين، لعل أبرزهم ياسر الشهراني. نصر، أنا أقول مشاكل إدارية في المقام الأول. أعتقد أن القادسية كجهاز فني مريان يعني مقدم مستوى كويس مع الفريق، يعني في مباريات يعني يحقق نتائج يفوز، قد لا يوفق في أغلب المباريات، لديه لاعبين، لكن المشكلة أعتقد أن المشاكل الإدارية والشرفية هي من تعصب بالفريق. قد يكون هذا يؤثر على اللاعبين، قد يكون هناك علاقات سواء من أعضاء الإدارة أو من أعضاء الشرف قد يؤدي إلى عدم عطاء اللاعبين بشكل جيد. أيضا الإدارة يعني شفنا تفريطها في الحاج بوغاش والمشاكل اللي صارت، المدرب أيضا لم يجد طريقة إيجابية لمعالجة هذه المشاكل، أثرت على القادسية بشكل كبير. لكن كإمكانيات لديه لاعبين مميزين كما تحدث بندر، الأندية الأخرى تبحث عنهم، لكن عدم وجود البيئة الصحية في النادي هي من تفسد كل هذا الشيء. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة بواقع التواصل الاجتماعي، تظهر على الشاشة مع ناصر الغربي ومحمد الغامدي هم ضيوف الحلقة، مخرجنا صاحب الفكر الكروي العظيم، متابع جدا للكورة ويعرف الأندية ومواقعها. يقول يا تركي ترى رجعنا من هوا، ترى تقرير يقصد برودوم بدروم جاهز. شوف تقرير شوف تقرير بدروم مخرجنا فيه. لم يكن البلجيكي ميشيل برودوم من صفوة النجوم في عالم المستديرة، ولكنه أصبح نجماً في عالم التدريب، يقود دفة فريق الشباب الفنية ويصنع منه فريقاً صعب المراس ويعيد هيبة الشباب من جديد. فهو في كل جولة يمارس موهبته التدريبية، الموهبة التي جعلت فريقه يعتلي صدارة الترتيب العام لفرق دوري زين السعودي للمحترفين دون أي هزيمة، ويبدو أنه رسم الخطوط العريضة نحو خطف لقب دوري زين السعودي للمحترفين الذي طال انتظاره من الشبابيين. عالم التدريب لا يشفع للنجوم السابقين لمزاولة هذه المهنة، وليس بالضرورة أن يصبح المدرب نجماً سابقاً،
والدليل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا حين لم يستطع أن ينجح في قيادة منتخب بلاده بشكل يليق بسمعة الأرجنتين في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا. وعلى العكس تماماً فإن أغلى مدرب في العالم البرتغالي جوزي مورينهو مدرب فريق ريال مدريد لم يكن لاعب كرة قدم، ولكنه صنع من نفسه مدرباً مميز. ناصر، بكل تأكيد يعني برودوم أثبت أنه فعلاً النجم، قد لا يكون مدرب ناجح، واللاعب العادي قد يكون أنجح المدربين. برودوم أعتقد أنه يعني قد تكون وجوده في حراسة المرمى أعطته رؤية كاملة للملعب، تحركات اللاعبين أيضاً، اعتقد انه يعني وهذا ميزة اللاعبين الاوروبيين انه يشتغل في تطوير نفسه تدريبيا من خلال دورات، من خلال التعليم بعد اعتزال كرة القدم وتطوير هذه القدرات، افاد في مسيرته التدريبية، يحقق نجاح كبير مع الشباب. اذا حقق الدوري سيكون له قفزة سعرية في اسعار المدربين على مستوى اوروبا. يعني انا ودي قبل ما اتكلم عن برودوم اتكلم عن ادارة الشباب، يعني الاختيار هو مفتاح الانتصارات ومفتاح الفوز ومفتاح الانطلاق نحو المستويات الإيجابية، وهذا اللي نبحث عنه في الإدارات الأندية، كيف تختار مدرب يستمر معها لأكثر من موسم. يعني إيريك جيرتس من أغلى المدربين اختاره الهلال ونجح معهم، الآن برودوم يقدم مستويات متميزة، وللعلم خالد البلطان رئيس الشباب يعني كان يبحث عن هذا المدرب حتى قبل موسمين، بدليل أنه كان في رؤية فنية مستهدف المدرب، مستهدف وكان في رؤية فنية على اختيار هذا المدرب، أولا للنجاحات اللي حققها مع فرق صغيرة، كانت الفرق هذه لا تصل إلى مستوى الفرق الكبيرة. فريق هولندي أنا ما أتذكر اسمه، أظنه فريق تويني أو شيء، فريق حصل على المركز الثاني بعد إياكس، كان يدرب برودوم وحصل معه على الكأس هولندا، أحرز مع فريق ستاندر ليج البلجيكي بطولة الدوري لأول مرة من 25 سنة، يعني هو أحرزه في كحارس وكمدرب. هذه الأمور أعطت أن، وأيضا برودوم كان هدف للمنتخب السعودي ترى قبل فترة وتابعته تركي في الجانب. أعتقد أن الرؤية الفنية هي اللي يعني تجعل المدرب هذا أنه يناسب الفريق. يعني الشباب نجح نجاح باهر، حتى لو افترضنا لم يحرز الشباب بطولة الدوري هذا الموسم، أتوقع أن الإدارة الشبابية ستتمسك بهذا المدرب، رغم أن هناك يدور حديث على أنه هدف قادم لبعض الفرق الأوروبية. أنا ما أتكلم عنه، أقوله حقق الدوري حيكون صعب على الشباب أنه يحافظ عليه كمدرب. طب في خبر جانا أنه الاتحاد الإيراني يشتكي للاتحاد الآسيوي ضد يوسف السالم بسبب عبارة F-16 اللي هي اللقب اللي يطلق على يوسف السالم، فهمت في إيران بحسب الأخبار، ونتأكد يعني إذا في أحد من الأخوان في هذا الاتفاق يأكدنا الخبر إذا وصلهم أي شيء، إنه في شكوى للاتحاد الآسيوي، إنه فهمت إنها رسالة من لاعب سعودي ضد الإيرانيين طائرات F-16 بسبب الخلافات السياسية والتوتر السياسي في المنطقة، فهم إنه يوسف السالم يحمل هذه الرسالة للإيرانيين بعد تسجيل الهدف، إنه طائرات F-16. ناصر، أعتقد إنها سذاجة إيرانية يعني في إثارة بلبلة على لا شيء. يعني أكيد إنه متابع الاتفاق كفريق استقلال، يعرفون أن اللاعب هداف، لاعب يرتدي هذا الرقم الذي حتى اللاعب الإيراني اللي كشف عن القميص اللي فيه وصف بأنه فيها عبارات مذهبية، ممكن يكون هو في الدولة الإيراني يرتديها دائما، ليش ما نعامل بالمثل؟ احنا اللي نطرح الآن السؤال إنه ليش بعض اللاعبين يرتدي بعض خلينا نقول الشعارات أو العبارات تحت القمصان الرسمية، رغم أنه في توجيه في أكثر من مناسبة بعدم القيام بها. هذا يعود من الطاقم التحكيمي وتطبيق الأنظمة، إذا كانت الأنظمة تنص على عدم ارتداء مثل هذا الأمر يجب على الحكام، نعرف أن قبل المباراة الحكام يدخل غرفة ملابس اللاعبين وش يكون على لبس اللاعبين، هل هم مطابق أو مخالف، يجب أن في الأخير ترجع للطاقم التحكيمي الذي يدير المباراة.
يعني احنا ما ننسى برضو الجمهور الإيراني وش قدم من عبارات مسيئة لنا ولدول الخليج، فإذا كانت هذه العبارة تثيرهم فلتكن واحدة بتلك. طيب نشوف التقرير التالي، يتحدث عن المعسكرات الخارجية للأندية السعودية في فترة التوقف. هل هي موضة أم بذخ مالي؟ معسكرات هنا وهناك، أندية تصرف الملايين استعدادا فقط لست مباريات متبقية من دوري زين. أبو ظبي أو دبي، الدوحة أو إسطنبول، مدن عديدة استضافت وتستضيف حاليا معسكرات مختلفة لعدد من الأندية السعودية. نجران في تركيا، الهلال والأهلي والاتحاد والفيصلي في الإمارات، والنصر في قطر. أما لماذا؟ فيبدو أن الأجواء في السعودية لا تساعد على إقامة معسكرات داخلية، بينما الأجواء الخلابة في الدول الأخرى لا زالت تجذب الكثير من الأندية السعودية للذهاب هناك. الغريب في الأمر أن بعض الأندية المعسكرة خارجيا كانت إلى وقت قريب تشتكي من ضائقة مالية خانقة شهدت عليها وسائل الإعلام المختلفة، وها هي اليوم تغادر خارج الوطن للاستعداد لست مباريات فقط. لهذه الدرجة أصبحت الأندية تعاني من وفرة مالية ولا سبيل للصرف إلا بإقامة تلك المعسكرات؟ أم أن الموضة غلبت والتقليد الأعمى أضحى ركيزة أساسية وعنصر مهم من عناصر استمرار الأندية في الحضور الإعلامي؟ محمد، معسكرات الخارجية ممكن تحقق أي فائدة؟ أنا لو مسؤول نادي حتى لو أعاني من ضائقة مالية ذهبت بالفريق إلى أي معسكر خارج المملكة. يعني الوضع اللعيبة وما نسمع عن اللعيبة وعدم انتظامهم والبرنامج اليومي يجعلني أطالب بهالتواجد الفريق في أي موقع أقل شيء للانتظام وبرنامج يومي وغذائي وتدريبات مكثفة. الفترة القادمة فترة حرجة لأي فريق في الدوري عدا يمكن ثلاث فرق، الفتح والنصر والاتحاد بحكم أنهم في المنطقة الدافئة، لكن الفرق الأربعة الأول يبحثون عن البطولة. الفرق اللي ما بعد الاتحاد من نجران إلى قبل الأنصار يبحثون، الأنصار يعني انت، يبحثون عن مخرج من هذا المأزق اللي ذا. ولذلك أنا أعتقد أنه قرارات صائبة في إيجاد معسكر لسبب واحد، أنهم إبعاد اللاعبين عن الأجواء اللي ممكن تأثر في التمارين أو الانتظام أو المباريات. بكل تأكيد يعني للأسف يعني اللاعب السعودي غير منضبط يعني، وكثير من نشاهد الآن أعتقد الهلال المرشدي وفهد الشمري يعني يغبان دون عذر، أبو سبعان في الاتحاد أبعد من منتخب سبع عدل من انضباطية، فدل أن اللاعب السعودي يعني لديه إشكالية كبرى. يبدو أن الأندية لا زالت عاجزة، حتى الأجهزة الفنية عاجزة عن التعامل مع اللاعبين أو إيجاد الطريقة الحقيقية لانضباط اللاعبين. قد يكون معسكرات الخارجية هي الحل الأمثل، لا سيما كما تحدث بندر يعني في نهاية موسم حصاد نتائج يعني قد تتحدث ست مباريات تتحدث بها بقائك في دوري زين أو الهبوط للدرجة أو حتى تحقيق اللقب، كلها بكل تأكيد تؤدي. المنتخب الآن في معسكر، فاستغلال الفرصة هذه بكل تأكيد الأسبوعين هذه قد تكون نتائج جلي ثمارها أكثر من موسم كامل. محمد، يعني الأهم مكلفة بس ماديا يعني. يعني حتى لو كانت يعني مثلا نجران يمكن هو الفريق اللي أكثر معاناة في حكم الرواتب، وأنا سمعت تصريح لرئيس النادي في ما يخص هذا أنه بالفعل في مرتبات، لكن الآن نجران يعني أنا أخذته كمثال لأن وضعه حرج. يعني لا يمكن يكتفي يبقى في نجران والفريق عنده مشاكل في مالية وعنده مشاكل في أنه يمكن يبقى أو لا يبقى. أنا أعتقد أنه مثل هالقرارات يعني تحتاج إلى حسم، وأرى أن الأندية اللي انتقلت هي مصيبة في قرارها، أولا للأجواء زائد الانتظام وهو الأهم. أنا في رؤيتي انتظام اللعيبة وتجمعهم في مكان واحد يعطي فرصة كبرى لأي مدرب أنه يقيم تدريبات صباحية ومسائية أو حتى مباريات ودية. الرائد والتعاون منافسة من نوع آخر في دوري زين السعودي المحترف.
منافسة ليست على صدارة الترتيب العام لفرق دوري زين السعودي للمحترفين، بل وليست على ضمان مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وليست حتى للحصول على رصيد نقطي تبلغ به مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، ولكنها منافسة من نوع خاص جدا بين فريقي الرائد والتعاون للخروج من المقاعد الأخيرة التي يتناوب عليها الفريقان حاليا، قطباء القسيم اللذان استقطبا عددا كبيرا من النجوم المحلية والخارجية، وصل للعدد 15 لاعبا للفريق الواحد قبل انطلاقة منافسات الموسم الجاري، لم يقدم خلال مجرياته ما يعكس عدد التعاقدات ولا حجم الاستعدادات التي بذلتها إدارة الناديين قبل البداية. موسم يقارب على النهاية يبدو أنه للنسيان لجماهير التعاون والرائد التي كانت تمني النفس بتدارك الأخطاء والقيام بجملة إصلاحات واسعة من قبل إدارات ناديها في الوقت الصحيح، وذلك قبل الوصول إلى مراكز الخطر في الدوري. كانت تمني النفس قبل بداية الموسم للمنافسة على أي مقعد آخر غير أن يكون التنافس على مقعد الخلاص من الهبوط للدرجة الأولى. لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. رائد والتعاون موسم للنسيان بكل تأكيد، يعني كان الجميع ينتظر من الفريقين يكون حضورهم مختلف هذا الموسم، لكن فاجأ الجميع أنهم على شفا حفرة من دوري الدرجة الأولى. محمد، صعب جدا الرائد الآن والتعاون في موضع يعني بصراحة لا يحسد عليه من جماهيرهم، رغم كان استعدادهم في بداية الموسم استعدادي يمكن في كثير من التفاؤل لجماهير الرائد والتعاون، لكن الوضع اللي لاحظناه من تغييرات مدربين يعني ألقت بظلالها على الفريقين، خاصة فريق التعاون اللي يعني إلى الآن أنا أفكر في مدرب يحضر في مدة أسبوع إلى أسبوعين ويتم إقالته في صورة مفاجئة، يعني لا أقل ما يقال عنها أنها سوء تخطيط إداري. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود للجزء الأخير من الحلقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. ناصر الغربي ومحمد الغامدي هم ضيفا حلقة الليلة فقرتنا اليومية بين قوسين للكاتب أحمد المصابيح بصحيفة الرياض. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب أحمد المصابيح بصحيفة الرياض، والتي حملت عنوان الأربعاء المنتظر هل من جديد، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: سألني صاحب الغيور على رياضة الوطن عن رياح التغيير التي ستهب على الكرة السعودية من خلال القرارات التي ستصدر الأربعاء المقبل حسب تأكيدات الرئيس عبر تويتر، فقلت لصاحبي أنا لا أعلم شيئا عن تلك التغييرات وقوتها وسرعتها، والمعلومة الوحيدة التي أمتلكها عبارة التفاؤل التي أصدرها الرئيس عبر تويتر، كوني بعيدا عن مشهد التغيير بالذات سواء من المسؤول أو من المقربين حولي، وهذا حق مشروع لتفعيل مبدأ السرية، لذلك لا يهم يا صاحبي أن أعلم، والمهم أن نتفق أنا وأنت على أن التغيير المنتظر يجب أن يكون بمثابة المرحلة الانتقالية والعلاج السريع لمعظم الأخطاء، وبإمكانك أخي العزيز أن تشعرني والمسؤول معا بالأمان والتطلعات والأمنيات التي تنشدها في قرارات يوم الأربعاء المقبل. فقال وباختصار: سأورد لك 5 مطالب أتمنى تنفيذها عاجلا لتغيير ملامح الوضع داخل اتحاد الكرة والرئاسة واللجان المعاونة والإدارات المختلفة بكل ما هو متعلق بكرة القدم، وهي كالتالي: أولا، نريد من المسؤول أن يرفع من مستوى العمل الإداري داخل الاتحاد ولجانه بدماء شابة محصنة بالعلم والتخصص، وإبعاد من تجاوزهم الزمن والاستعانة بهم كمستشارين فقط، فالعقول الشابة هي من ستترجم الأفكار وتحول الطموح إلى واقع. ثانيا، نريد من المسؤول إصدار قرارات سريعة تحفي معظم مدراء الملاعب الرياضية والاستعانة بكوادر متخصصة في مجال إدارة المنشآت،
فما نشاهده اليوم ليس سوى أشخاص يحملون أجهزة ويستعرضون في المقصورة، وهم أبعد ما يكونون عن العمل السليم الذي يضمن جودة في خدمة هذه المنشأة للجماهير الرياضية في كل المدرجات، وليكن القادم في مستوى ابن نمشان وأفضل. ثالثاً، نريد من المسؤول توجيه المعنيين في اللجان بالتواصل الدائم مع الأندية وإحاطتها بكل جديد من أنظمة وقوانين، وكفانا اجتهاداً وكفانا نشر غسيل داخل أروقة الفيفا لمواضيع لا تستحق النشر. رابعاً، نريد من المسؤول وفقه الله تشكيل لجنة للمتابعة اليومية لكل أعمال اللجان والإدارات ذات العلاقة وعلاج الأخطاء أولاً بأول، بعيداً عن البيروقراطية التي طالما أخرت أعمال كما هو حال ملعب جدة ومشروع تطوير مدرجاته التي يسير كالسلحفاة ومشروع تأمين وجبات غذائية للجماهير بدلاً من الواقع الحالي الذي لا يشجع على الحضور في الملاعب. خامساً، نريد من المسؤول توحيد الصوت الإعلامي لاتحاد الكرة وجهاز الرئاسة بصورة عامة، وليكن القرار أو الخبر صادراً من الجهات الرسمية، وألا نخص جريدة أو محرراً أو مذيعاً بالجديد على حساب بقية الصحف والفضائيات، فالجميع يعمل لمصلحة واحدة والاحترام المتبادل يضمن لنا إعلاماً متزناً وواعياً. أما التفرقة وتخصيص شخص دون آخر ربما يأتي بأثر عكسي كما هو ملموس الآن. فقلت لصاحبي هناك سادس وسابع، ولكن تأكد أن المسؤول يدرك كل ما قلته، ورياح التغيير ستكون عاتية، ولكن من الصعب أن يحدث كل ذلك بين يوم وليلة. مقال مميز لأحمد مصبيح تحدث فيه عن المطالبات ليوم الأربعاء. في رسائل خطيرة جدا، يعني أحس أن المقال يعني استخدم أسلوب جيد في طرح ما يرغب به الشارع الرياضي في قرارات الأربعاء. أتمنى أن تكون قرارات الأربعاء بمثل هذا المقال. يعني أحمد كاتب متميز، ودائما يعني قد يكون له دور الآن بحكم أنه قريب من صناعة القرار برضه، يعني يستشف أو في بعض الأشياء، لكن المطالب التي وجدتها في المقال. بس شوف أنت، يعني واحد نائب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء ويكتب بهالطريقة، نعم، ونطالب ونطالب ونطالب، نعم، أنه ما منع موقفه أو موقعه أو أو أو, أو, أو منصبه الرسمي أنه يتكلم بالحس. هذا دليل شفافية واضحة، وبالعكس هذا يقول أحمد مصبيح الناقد تغلب على أحمد مصبيح نائب رئيس اللجنة بشكل سريع جداً. صحيح، وكيف مرر الرسالة بأسلوب جميل جدا يعني في هذا المقال بالفعل. طيب خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم المهنة، الإعلاميون يشخصون القرارات التحكيمية حسب ميولهم. والأهلي المصري يشارك بكامل نجومه في اعتزال ناصر المنصور. في الحياة، مدرب الاتحاد كريدة لا مكان للمتهاونين. في الاقتصادية، ياسر مباراة نيوزلندا تقسيمة. في الرياضي، غوارديولا يعترف أنا من أحضر راؤول للاتحاد. في عكاظ، استقالة ثالثة تقود إدارة الاتحاد إلى المجهول. في النادي الجابر، معسكر دبي لإلغاء سهر اللاعبين. هذه عناوين صحافة الصباح، نشوف مواضيع حلقة اليوم. عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال، وأحمد صادق دياب الكاتب والناقد الرياضي ورئيس لجنة الإعلام والإحصاء. ناصر، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. محمد، شكرا جزيلا. تركي كلمة إذا سمحت لي، أنه لا بد بصراحة من الإشادة بالمهنية والاحترافية اللي قدمتوها إعدادا وإخراجا وإنتاجا وبالطبع تقديما في الكثير من المواضيع الإنسانية اللي طرحتموها خلال الفترة الماضية. كانت مواضيع يعني مجدتوا فيها الجانب الإنساني بالجانب الرياضي، وكان لها أكبر الأثر في متابعة المتلقين. يعني أتذكر مجهول الهوية، موضوع المخدرات، موضوع أمنيتي، كانت مواضيع حساسة. أهنيكم ومزيد من التألق. شكرا محمد، شكرا جزيلا. موعدنا إن شاء الله غدا 11:30 في أمان الله.